وقراءة كمان لآخر الأخبار والمستجدات في الميركاتو الشتوي الأوروبي. كل المواضيع دي هنتكلم فيها مع ضيفتنا اللي منورانا الأستاذة منة عمر الناقدة الرياضية. صباح الفل عليك يا منة. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهاوندس. صباح الهنا. كل سنة وأنت طيبة. عملتي إيه في رأس السنة الأول؟ في نبت. لا مش معقول. بتتابع الدوري الإنجليزي مثلا؟ بالظبط البوكسنج داي. بصي بقى نبدأ بالدوري الإنجليزي. حتى هذه اللحظة يعني احنا كنا يمكن قبل الأجازة بنتكلم الدوري الإنجليزي ما فيهوش حاجة جديدة قوي، فرق يعني لسه ما بانش قوي الأداء بتاعها، في تذبذب شوية، لكن الوضع دلوقتي يمكن شوية اختلف. خلينا ناخد منك تقييمك أو رؤيتك أو قراءتك في الأول للدوري الإنجليزي في العموم، بعد كده نخش على تفاصيل أكتر. أوكي، احنا دلوقتي الوضع في الدوري الإنجليزي، ليفربول طبعا هو متصدر جدول الترتيب 45 نقطة، استون فيلا 42 نقطة، وسيتي 40 نقطة في المركز الثالث، وده طبعا وده يعني غريب طبعا وده غريب لسه يعني احنا طلعنا مع بعض كذا مرة وكنا في يعني اكتر من مرة اتكلمنا ان وضع ليفربول كان في بداية السيزون ما كانش افضل حاجة، كان في تذبذب في النتائج، كان في تراجع، كان في تعادلات كتير، كان الاداء حتى نفسه مش حلو، كنا بنشوف اعتراضات والناس زعلانة ان كلوب بيخرج صلاح، وكان في خلافات وكانت الامور ما كانتش مستقره الى حد ما. الوضع اختلف خالص في الفتره الاخيره، ليفربول شكله بقى احسن، شكله بقى افضل، رجع تاني ليفربول موسم 2019 الفريق اللي بيحارب لحد اخر دقيقه في المباراه، ممكن يبقى متاخر ويحاول التاخر ده لتعادل ثم فوز كمان، ما يبقاش تعادل بس، فشقلب جدول الدوري الانجليزي، قدر ان هو كمان يستغل التعثر لسيتي في اكتر من مباراه ورا بعض، حوالي اربع تعادلات لمانشستر سيتي ورا بعض. ليفربول على الناحيه الثانيه قدر ان هو يستغل النقط اللي خسرها مانشستر سيتي، وقدر ان هو يفوز في مبارياته او على الاقل يقدر يجمع اكبر قدر ممكن من النقاط لحد دلوقتي. طبعا طبعا لسه ما نقدرش نحسم ولا نقدر نتكلم انه المنافسه تعتبر حسمت او بنسبة حتى ولو 50% ان نقدر نقول ان في بطل لدوري الانجليزي السيزون ده، لكن نقدر نقول ان ارسنال مثلا ابتعد عكس بداية السيزون، عكس اللي شفناه السنة اللي فاتت من ارسنال، ومنافسته طول الموسم مع مانشستر سيتي لحد تقريبا كانت الجوله الاخيره او الجولات الاخيره في غياب محمد صلاح كمان بالظبط في الكاس، فنقدر نقول ان ارسنال بعيد السيزون ده او ابتعد في الفتره الاخيره، كان في بدايه السيزون كان ماشي بشكل كويس برده وحافظ على المنافسه ما بينه وما بين مانشستر سيتي في جولات كتير، كان متصدر جدول ترتيب الدوري في بعض الجولات، شفنا توتنهام كمان كان بيتصدر جدول ترتيب الدوري في بعض الجولات، شفنا مانشستر سيتي لحد دلوقتي قدرنا او شفنا ليفربول، لكن لسه باقي نص السيزون تقريبا. بس كل سيزون بتلاقي فيه نادي هو بيقرب شويه من التوب، خلينا نقول يعني توب رانكينجز، زي مثلا ارسنال. ارسنال السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات كان ماشي بخطوات رائعه جدا بس لم يوفق، يمكن برضو الموسم ده بيحاول. هل بتتوقعي ممكن تبقى نتيجه مختلفه مع تعلم بقى من الاخطاء بتاعه الموسم اللي فات، خصوصا ان ارسنال فعلا عنده غياب سنوات عديده يعني عن التتويج، فممكن يكون في امل؟ اعتقد بالنسبه لارسنال السنه دي مش هتبقى منافسه على اللقب الدوري، ولكن هتبقى منافسه على حسم مقعد مؤهل لدوري ابطال اوروبا، فاعتقد ده اعتقد التارجت بتاعه السنه دي، او هو هيبقى ده بالنسبه له هو ده المتاح السيزون ده، بخلاف السيزون اللي فات ان هو كان بينافس على لقب الدوري لحد اخر نفس زي ما احنا ما بنقول يعني. وكاس الاتحاد بقى وبرضو الفوز الاخير لليفربول على ارسنال 2-0، مباراه كانت غريبه جدا يا كريم، يعني بدايه المباراه مثلا او اول نص ساعه من المباراه كنت مثلا ارسنال كان يبقى كسبان 3-0 مثلا يعني، او الشوط الاول مثلا كان يبقى كسبان 3-0، كرات غريبه جدا يعني بيهدرها لعيبه ارسنال خصوصا ساكا، وما كناش متعودين منه على كده، لعيب رائع جدا، لعيب مهاري جدا، لعيب عنده قدرات وقلما يخطئ
ولعيب عنده قدرات فنيه كبيره جدا، بنشوفه بيهدر اهداف بشكل غريب، اكيد يعني ربما عدم توفيق، يعني مش ما نقصدش حاجه معينه، يعني ده بيحصل عادي لكل اللعيبه، بس المباراه فعلا كانت غريبه جدا. وبعدين هدف لليفربول من خطا، وبعد كده هدف تاني، وقدر ان هو يحسم بيه المباراه ويصعد وارسنال يخرج من البطوله يعني. بس فطبعا البطوله دي كان واخدها سيتي السنه اللي فاتت. طيب خلينا نتكلم مش من على او مش عن اداء الفرق، خلينا نتكلم شويه عن اللعيبه بقى تحديدا في الدوري الانجليزي قبل ما ننتقل لدوري اخر. مين من اللعيبه من تقييمك برضو يا منى بتشوف ان هو اداؤه هذا العام افضل، ومين اداؤه هذا العام أسوأ؟ يعني خليناش بلاش نقول أسوأ قوي، بس هي الفكره وارد جدا ان اللعيبه بيحصل ابس اند داونز، يعني بيحصل صعود وهبوط طوال السيزون. يعني بالنسبه يعني مثلا لو جينا نشوف صلاح، مش بنقول ان احنا هنقيم صلاح، بس احنا بنتكلم مثلا على صلاح نجم منتخب مصر ونجم ليفربول. لو لما تيجي مثلا تقارني السيزون بتاعه ده مقارنه بالمواسم اللي قبل كده، هتلاقي المواسم اللي قبل كده بالنسبه لصلاح افضل بكتير، لكنه يظل محافظ على اللي هو بقى بالنسبة لنا العادي، يعني اللي هو عادي. صلاح جاب جون اتنين تلاتة، عمل اسيست في ده بقى العادي بالنسبة لصلاح. في لاعب مثلا في ليفربول داروين نونيز، السنة دي أداؤه مختلف برضو عن مختلف من ناحية أفضل عن المواسم اللي قبل كده. في الفودن في مانشستر سيتي برضو أداؤه السنة دي أفضل بكتير عن قبل كده. طبعا برضو شفنا جوليان ألفاريز بقى ياخد دقايق أكتر، خصوصا مع إصابة هالاند المؤخرة. اكيد انت اللي ورا ده من قربي، ملوش حل تاني. اوعى تصدقني والله، ممكن على فكره جدا انت بكلمك بجد. اول ما اتصاب قال يقول لك اصابه ملاعب، ما تصدقيش الكلام ده قلت كريم. فشفنا الفاريز بيشارك في مباريات وبيحسم مباريات كمان، بياخد فرص في الفتره الاخيره. طبعا كانت بعد اصابه ايرلينج هالاند. في لعيبه كتير صراحه مميزه جدا برده. سوبوسلاي في ليفربول السنه دي برده اداء. اندو اللاعب اللي تعاقدوا معاه مؤخرا او يعتبر صفقه جديده من صفقات ليفربول، برده بيأدي بشكل كبير جدا. واعتقد كمان يعني دي من العناصر اللي ساعدت كلوب ان هو يرجع التوليفه بتاعته تاني مع ليفربول، يرجع شكل ليفربول اللي احنا كنا بنتفرج عليه او كان عاجبنا جدا لما حسم الدوري. واضح انه نجح في ده بدليل ان هم برضو ماشيين بخطوات ثابته جدا حتى في ظل غياب صلاح، وصلاح كلنا عارفين ان هو يعني قوه ضاربه في فريق ليفربول. بالظبط. واعتقد انه لا يعني ليفربول مرشح قوي جدا، عكس ما كنا بنتكلم في بدايه السيزون واداؤه المتذبذب، دلوقتي بقى مرشح قوي جدا انه يحسم لقب الدوري الانجليزي السيزون ده. لو قدر ان هو يكمل على نفس الاداء ونفس النسق بتاعه، لا هيبقى منافس قوي جدا. برضه من ضمن المفاجآت بقى، وانا هنا بكلمك عن دوري مختلف شويه، دوري الاسباني، وبرضه ناس كتير متفاجئه بان جيرونا ماشي راس براس مع ريال مدريد، هما الاثنين واخدين المركز الاول مناصفه، او مجازا نقول الريال في المركز الاول وجيرونا في المركز الثاني عشان فرق الاهداف بس فقط لا غير. فشايفه اللي بيحصل هناك ازاي؟ انطلاقه جيرونا من اول السيزون وهي رائعه جدا ومميزه جدا، ولفتت الانظار للجميع. يعني كلنا اتفاجئنا بانه فريق كان بيبقى في مناطق وسط الجدول، او فريق بيحاول ان هو يهرب من مناطق الهبوط او يحافظ على وجوده في الدوري الاسباني لليجا. فوجئنا انه السنه دي لا، جيرونا زي ما انت ما قلت يا كريم كده راس براس مع الفرق الكبرى، لا بينافس، ممكن تلاقيه في بعض الجولات هو متصدر جدول الترتيب. زي ما قلت برضو احيانا ممكن يبقى مناصفه مع ريال مدريد، فرق نقطه، فرق نقطتين، الامور ما بينهم يعني فيها منافسه كبيره جدا. الغريب بقى كمان كان هو تراجع برشلونه، وان هو ساب المساحه خالص لجيرونا او لمنافسيه. يعني شكل برشلونه السنه دي غريب جدا، مختلف جدا. المباراة الواحدة ممكن تلاقي فيها صعود وهبوط، مفيش أداء ثابت. تشافي كمان يعني في بيعاني طبعا من اصابات، يعني جافي كمان كانت اصابه بدري، الامور دي كلها اكيد اربكته. برضو الجزئيه بتاعت اللعب المالي النظيف طبعا اللي برشلونه بيحاول ان هو يظبط اموره فيها، وهي دي اللي اثرت عليه. من ساعتها الدنيا خربت مع برشلونه. ده حقيقي، لان هما كان سقف رواتبهم عالي جدا جدا،
يعني لاعب كان زي بيكيه زي ميسي، اللعيبه القدامى كلهم لبرشلونه سقف الرواتب بتاعهم كان عالي جدا. ويمكن دي مفاجاه لبعض الناس انه ما كانش زي ريال مدريد، يعني كان ممكن نلاقي جيرارد بيكيه في برشلونه بياخد اكتر من اللي بياخده وراموس لما كان في ريال مدريد. فكانت الامور بالنسبه لهم كانت عاليه قوي. هو ده اللي عمل الدروب اللي هم شايفينه دلوقتي، لانه طبعا انت بتتكلم مع لعيبه كانت بتاخد كتير جدا جدا وبتطالب ان هم يقللوا، ومش بيقللوا نسبه بسيطه، لا انت بيقلل بنسبه كبيره جدا. فطبعا كان في لعيبه كانت بتقول اصل الازمه ايه؟ يعني دلوقتي برشلونه كان نادي معروف عنه ان هو من القدم ان هو بيدفع مرتبات بليمت معين او بقدر معين، وبتبقى قدر عالي جدا معروف يعني في الدوري الاسباني، وفي نفس الوقت برضو انت كنت بتفوز ببطولات او بكل البطولات، فبيجي لك رافينيو حلو، الدعايه اللي كانت بتتعمل برضو لميسي ولا غيره كان بتعمل رافينيو حلو، فايه الدروب سبب؟ وحتى وان كانت اللعيبه مرتباتها عاليه انت كان عندك اللي بيغطي ده، الازمه بقى الاقتصاديه بتاعت برشلونه اللي ابتدت من 2019 اصلا، يعني اصلا جراها ايه؟ ما هي كانت البدايه كانت بسبب كورونا، وكورونا اثرت اقتصاديا على، يعني مش بنتكلم في شركات بقى ومصانع، لا انديه، يعني الاصل كان كورونا مش مشاكل اداريه عندهم ليها علاقه بخلافات، بس ان هي كانت مشاكل اداريه طبعا. كان وقت بارتوميو، جوزيف بارتوميو اللي هو الرئيس السابق لبرشلونه، كان في مشاكل اداريه طبعا مع النادي. هو كمان سقف الرواتب كان عالي جدا، يعني هون فلما جت حصلت ازمه كورونا فكان بيطالب اللعيبه بالظبط كده. بلس كمان ان بقى في قانون خلاص في الليجا انه لازم يبقى فيه تحديد سقف رواتب وايه اللي داخل وايه اللي خارج، ولازم يبقى فيه توازن ما بين ده وما بين ده. فطبعا هم لقوا نفسهم الامور بقت صعبه جدا، في جاب واسعه جدا 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 بالماينس، يعني فهي لازم تتغطى. شفنا انه بدا ان هو يبيع الاستوديوهات بتاعته في القناه، بنشوف ان هو بيعمل رعايه اللي هي سبوتيفاي على الـ على الـ على التيشيرتات بتاعته. كنا بنشوف كمان حاجات غريبه كده بتبقى، لان سمعنا حاجات غريبه كانوا تقريبا كمان بيأجروا الملعب عشان يعملوا افراح، في حاجه زي كده. ده حصل في الصيف. انت بتتكلمي جد؟ لا والله ده ما تعرفش افراح برشلونه بتتكلموا جد والله؟ ايوه اول مره اعرف المعلومه. وضع ساء بحضور المتر عزيزه قوم زله. بس ما كانش بيحصل في برشلونه بس عشان نكون منصفين، يعني حصلت في انديه ثانيه يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. فهم بيدوروا على مصادر كتير جدا عشان تقدر ان انت يعني تقدر توازن بقى ما بين اللي داخل ما بين اللي خارج، وورقك يبقى متسكت زي ما بنقول. يعني يجي اليوم ده على تخيل عادي والله العظيم انا افتكرت ان اواد بتهزر. لا 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 بتحصل يا خبر ابيض. ايه ده ايه ده ايه ده حصل. طيب تعالي بقى نروح شويه للميركاتو الشتوي، وهل في امور تستحق التوقف امامها وتاملها؟ في اسماء استجدت على فرق معينه اثناء هذا الميركاتو؟ طيب خلينا احنا اول ما بنسمع اسم او نسمع كلمه ميركاتو بقى سواء صيفي او شتوي هنحط اسم صلاح، هنحط اسم مبابي. انا نفسي اعرف مبابي ده رايح فين. وعازم تعبنا الموسم اللي فات فيه تذبذب مش طبيعي، وريال مدريد اللي هيسيب بي اس جي، يعني عندك معلومه اكيد؟ ما فيش معلومه اكيد. لهجه الكلام المتبادله بينه وبين ناصر الخليفي تهدى شويه. ما هي بتعلى وبعدين يحصل قعده ما بينهم والدنيا تهدى ويطلع امبابي لابس تيشرت باريس سان جيرمان وانا قاعد بالظبط كده وانا متربي في النادي ومكمل معاكم والامور زي الفل. بس لكن اول ما بتقال كلمه ميركاتو على طول تلاقي بقى التقارير بدات تتكلم على امبابي هيكمل في باريس ولا لا، هيحصل ايه مع ريال مدريد، طب ريال مدريد لسه بيفكر فيه ولا لا، طيب صرف النظر عن امبابي وبيدار على هالاند. طب بالمناسبه يعني الاجابه على كل الاسئله دي ايه بقى لغايه دلوقتي على الاقل؟ ما مش هتلاقي اي اجابه غير لما يحصل اي حاجه رسمي. بس لكن كل ده بنتكلم في تقارير تكهنات يعني بالظبط كده، بنتكلم في تقارير توقعات. امبابي هو مرتبط بريال مدريد وريال مدريد عايز يتعاقد معاه، رغم ان كارلو انشيلوتي لما طلع في المؤتمر الصحفي واتسال على صفقات او اللي ممكن يدعمه للفريق في الشتاء ما تكلمش خالص ان هيبقى في صفقات جديده، واتسال تحديدا على امبابي وكان حتى ليه رد فعل لطيف كده انه كان احد المراسلين قال له مع بدايه السنه الجديده يعني، فقال له السنه دي 2024 ممكن تبقى عام ريال مدريد وامبابي، فهو ضحكته المعتاده الشهيره يعني. وسال المراسل قال له انا اول مره اشوفك هنا، فقال له انا مراسل جديد، فقال له عشان كده انت ما تعرفش انا ما بجاوبش على السؤال ده. اوكي.
فهو دايما بيرفض الاجابه على سؤال مبابي تحديدا، ما اتكلمش في ان ممكن يبقى في اي صفقات، واحنا معتادين اصلا مؤخرا من ريال مدريد ان صفقاته بتبقى محدوده جدا، بس هم بصراحه اذكياء جدا. بريز مدير او رئيس نادي ناجح جدا جدا جدا، لانه عارف اللي هو ايه، انا عندي لعيبه كبيره في السن، انا هستغنى عن بنزيما بس هعوضه او ده هيبقى وقت تالق فينيسيوس ولعيبه شباب هطلعهم في الفريق، او صفقات هتبقى صغيره وهتبدا تاخد فرص. الناس استغربت جدا انه هيستغنى عن بنزيما، وكان بنزيما معاه بالون دور فنجم، وكان يعني المواسم الاخيره لبنزيما كانت من احلى المواسم ليه مع ريال مدريد، وكانت كان متوهج فيها جدا يعني. بس اتقلب عليه في السعوديه مؤخرا. اتقلب عليه في السعوديه، ده حقيقي، ده حقيقي. وانا شايفه انه يعني بدا يبان دلوقتي انه قراراتهم ما كانتش صحيحه. شفنا هندرسون كمان عايز يمشي من الاتفاق، شفنا جيرارد عايز يسيب اصلا تدريب الاتفاق، بنشوف ان برضو بنزيما في خلافات ما بينه، بنسمع بس كتير. رونالدو مستقر، مفيش ده رونالدو مستقر والرأس بس بس هل فعلا الوضع اتقلب قوي على بنزيما بعد المباراه مع الاهلي؟ يعني للدرجه دي الناس شالت قوي؟ بس ده وارد، دي كرة القدم يعني. اكيد 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 كنت متابعه الجماهير السعوديه كانت متوقعه ايه للمباراه. طبعا بالظبط، شفنا وسمعنا واتفرجنا وكل حاجه بالظبط، فكانت الطموحات عندهم كانت عاليه جدا. قال لك عندنا بنزيما، وقلنا لهم احنا الاهلي برضه عندهم. اتفرجي بقى على نوعيه الفيديوهات بعد الماتش اللي بتتكلم عليه، العكس الصحيح بالظبط. الطموحات بالنسبه لهم كانت عاليه جدا جدا جدا، يعني انت ما كنتش بتتكلم مثلا في ان حتى هزيمه بس ده وارد برضه في كره القدم يعني. ده هم كانوا متوقعين انه هيهزموا الاهلي هزيمه تاريخيه، هزيمه معقوله صحيحة. ده حقيقي، ده حقيقي. بس هم كانوا بيتكلموا باداء ده احنا عندنا بنزيما بالزبط. يعني فاهم قصدي، اللي هو استحاله يفكروا في الفوز. فطبعا شافوا هو بنزيما كان يعني لولا ضربه الجزاء، يعني احنا اصلا يعني كفي الاهلي تمام او كجماهير الاهلي احنا بنعتبر المباراه خلصت 3-0 مش 3-1. دي حقيقه، دي حقيقه. يعني هدف ضربه جزاء في الاخر يعني تمام يعني، بس الحفاظ على ماء وجه بنزيما تحديدا مش اكتر، مش اكتر. والله صدق. وبعدين احقاقا للحق يعني ركله الجزاء اللي كانت في الاول اللي هي في الشوط الاول اللي هي بعد 2-0 اللي صدها طبعا محمد الشناوي، دي كانت ولا اروع حقيقه يعني. ونقطه تحول كبيره جدا 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 صحيح. جدا في المباراه، لان هي كانت هتفرق معاهم جدا معنويا، كانت هتبقى لسه الامور قريبه صحيح. بس وبعدها كمان مش بعد ماتش الاهلي، بعدها كمان هم خسروا مباراه كانت اعتقد في الدوري، وخسروا برضو بنتيجه كبيره. دي انا ما بفهمهاش بقى يعني، انا عايزه لو عندكم اجابه، لو حد عنده اجابه يقول لي. لا بجد يعني راس المال كتير، ناس تقول لك لا ليه تاثير ايجابي التجربه، يعني بنسبه اكبر ليه تاثير ايجابي على اللعب وعلى الفوز وعلى الاداء وعلى النتائج وكل حاجه، وفي ناس تقول لك لا بالعكس نتيجه عكسيه. طيب طالما هو بنسبه اكبر بيبقى ليه تاثير، ليه ما شفناهوش قوي دلوقتي ظاهر في السعوديه لسه؟ يمكن على اللونج رون الامور او يبداوا ان هم يجنوا ثمار اللي هم عملوه. بس برضو الفكره في نقطه هنا هوند، انه انا بجيب او انا كنت بدور على اسماء مشهوره او اسماء اوروبيه لعيبه كبيره، انا بشتري اسمائهم مش احتياج للفريق، مش احتياج الفريق، انا عايز اللاعب ده فانا هجيب. يعني ده ماركتنج ملوش علاقه بكره القدم كمنظومه اصلا. انا عايز كريم بنزيما، طب انا عايز بكريم بنزيما انا هوديه اتحاد جده. طب مثلا اتحاد جده محتاج مهاجم، ممكن يكونش محتاج مهاجم يعني ممكن يكون ماركتنج حاجه ثانيه بقى. اوكي بس هو كريم بنزيما تقل، حتى لو اتحاد جده عنده مهاجم من الدرجه الاولى، بس اي مهاجم هيجي جنب كريم بنزيما اوكي فهيقعد، بس انا ممكن يكون الفريق كان محتاج تدعيمات في مراكز اخرى افضل. فهي الفكره ان انا كنت بشتري اسماء نجوم، انا بشتري اسم بنزيما، انا بشتري اسم كانتي، بشتري اسم جيرارد. خلي بالك يا منى برضو يعني الحته دي حتى برضو قد يكون فيها جزء من الاجابه على سؤال نهوان، بيتهيأ لي يعني مش بالضروره يكون وجهه النظر دي صح، بس برضو عارفه مع الفرق زي ما يكون مثلا في الحرب انت بتحاربي بجنود وطنيين او بتحاربي بجنود مرتزقه، الروح مختلفه، الولاء والانتماء مختلفين. يعني اللي مرتزق ده اللي جاي له عقد عمل يعني فاهم ازاي، بينزل يعمل الشويتين بتوعه ويمشي، غير اللي بياكل النجيل لان هو عنده ولاء للبلد، غير ابن النادي يعني. قد يكون دي برضه بس لا انا اختلف معاك في ده، لانه ما هو اصل ده احتراف ودي انديه
تمام، فطبيعي ان انا هجيب لعيبه محترفه، هو مش كلهم هيبقوا، مش هيبقوا ولاد طب ممكن ارد عليكي، هرد عليكي بوجهه نظري انا وكريم في حاجه. تعالي نرجع شويه للتاريخ ورا، ما كانش فيه الانتقالات والاحتراف بهذا الشكل وبهذا الكم، كان ولاد الانديه بيحبوا يفضلوا فيها، وعندك اسماء كبيره جدا، ما كانش فيه اللي احنا بنشوفه دلوقتي يقول لك ده احتراف. لا، الانتماء على فكره لسه موجود لبعض اللعيبه لبعض النوادي، ولكن اختلف عن زمان. بس اصل كره القدم اللي كان متعتها كمان زمان مش بس انتماء الجماهير، على فكره هو اصلا اللي في الاول وفي الاخر بيتقال عنه اهلاوي او فلان او فلان هو الجمهور لدرس ثابت. بس في لعيبه برضو كانت ما تقدرش تلعب لنادي تاني، خصوصا لو نادي منافس. اوكي اتفق معاكي، وشفنا ده في توتي مع روما. ايوه يعني توتي من 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 ومالديني بالمناسبه من من دول من الاساطير. بس انت بتتكلمي، هتتكلمي على حالات فرديه في الاخر، وبرده ده كان دارج زمان. اوكي ماشي، ولسه موجود دلوقتي في بعض الاسماء، ما فيش مشكله. بس انت بتتكلمي يعني هنتكلم مثلا على حاله، على حاله زي مين؟ زي كريم بنزيما او كريستيانو رونالدو، ما هم اوريدي مثلا ريال مدريد هو استغنى عنهم. يعني هو بس ده برضه حقبه زمنيه مختلفه، هو خلاص بيخلص في نقطة. انا بتكلم عن التوهج بقى، وقت التوهج بتاعه. دي نقطه مهمه جدا، انه يعني خلينا نقول انه مش 100% بس ممكن نقول 80 85% من اللعيبه اللي راحت الدوري السعودي، انا مش بنتقد تماما خالص، بس معظمها كانت يا اما مالهاش فرص في الانديه اللي هي فيها، يا اما زي ما انت قلت كده يا كريم بيدور على عقد عمل فوق ال 35 بالظبط كده، يا اما سنه كبير وهو خلاص بيخلص. عارفه زي مين مع الفرق الامثله؟ زي ما حصل مثلا مع واحد زي مارسيلو. يعني مارسيلو اللي لعب حياته بالكامل تقريبا في ريال مدريد، لكن يوم ما جه يختم مشواره الكروي رجع لفريقه الاول. بالظبط كده، بالظبط كده، رجع لفريقه الاول. وده بيحصل كتير، بنشوفه كتير في بعض اللعيبه الكبيره اللي هي بتبدا مثلا في نادي صغير، وبعد كده لما يرجع تاني زي بوفون. وبوفون عملها لما يرجع بقى الاول نادي بداياته خالص، يرجع يختم فيه مسيرته. هو ده بيبقى ولا الحكايه برضه ممكن تبقى داخله في حسبتها فكره ان في نادي بطولات. يعني مدي نتكلم على نادي زي النادي الاهلي، هو نادي بطولات، دي في ثقافته، وده بيجري في عروق لعيبته وجماهيره ومجرى الدم. الاتحاد السعودي نادي بطولات، في فرق تانية ما هياش نوادي بطولات لكن عندها قدره ماليه وشرعيه قادره من خلالها ان هي تستقطب نجوم العالم. لكن في الاخر المحصله النهائيه ادينا بنقول ايه على اللي حصل مع بنزيما. بس هقول لك على حاجه برضو، احنا يعني دور المال اساسي. يعني احنا ما نقدرش نقول ان المال عامل مساعد، لا هو دور اساسي. تمام، بنشوف تجارب كتير جدا لانديه هي بتصرف كتير، هي الفكره في طريقه الصرف يا كريم. يعني انا معايا فلوس، تمام، بس الفلوس دي انا هوظفها ازاي او انا هصرفها ازاي؟ تمام، هو ده بقى اللي هيفرق عقليه نادي او عقليه رئيس نادي من عقليه رئيس نادي تاني. الفكره انا معايا فلوس كتير جدا، بس الفلوس دي انا استغلتها ورحت جبت مين؟ ما انا كان ممكن اروح اجيب شباب صغير، تمام، والشباب الصغير ده انا هربيه، انا هكبره، انا هو في الاخر هيبقى بتاعي انا او هيبقى انتمائه ليا انا، غير ما هروح اجيب. يعني انت بتتكلم على الروح والاصرار والانتماء. لما انا اجيب لاعب عنده 35 سنه، تمام، هيروح يختم مسيرته في نادي ايا كان الاسم، مش هنسمي اسماء خلاص، وفي دوري عربي، هيديلك انتماء ايه؟ ايه الانتماء اللي هو هيديه لك وهو 35 سنه فاضل له موسمين ويقعد؟ لا ما اكيد ما فيش بقى. بس المنطق يعني بس ده اللي انا بقوله لك، فكره ان يبقى ابن النادي بالمقارنه بحد مرتزق. مش شرط، مش شرط. ما رونالدو ما كانش ابن ريال مدريد. هو كان ابن ريال مدريد؟ لا. هو لما راح منين؟ وانتمائه كان فين؟ بس قعد في ريال مدريد مسيره طويله جدا، وحب ريال مدريد بس وعلق بريال مدريد بالظبط كده، والناس ربطته بقى خلاص رونالدو بريال مدريد. يمكن في ناس كتير تنسى او ما تركزش ان هو راح بعد كده يوفنتوس. طب يعني وختم مثلا او هيختم في النصر او ايا كان هيختم، يعني في لعيبه بترتبط، ده زي ميسي ما راح هنا راح هنا وبرشلونه، يعني برشلونه بالظبط لا تحسب. على كل حال يعني طيب خلينا نتكلم شويه بقى في فكره هنا برضو، يعني الارقام اللي هي الميركاتو والاسعار احنا عارفين بقى الدولار بكام النهارده؟ يلا عقدينا. والله يعني ما يعني انت عارفه ده بيبقى ملف برضو ممتع. لا دلوقتي زي ما حضرتك قلتي اكيد في سقف في بعض الدوريات للمرتبات، وده مفروض عليهم حتى لو امكانياتهم تسمح، وفي البعض الاخر لا البادجت بيبقى لحد ما مفتوح. التفاوت في الاسعار دي هل ده بيؤثر بقى ولا تاثير سلبي كبير على المنطقه بتاعتنا، ان احنا دايما الحلم عمال يبعد ان انا اكون لاعب عالمي بكل بقى ما يحمله الموضوع من تحديات داخليه اصلا، بلس ان انا بتكلم دلوقتي في سعر هنا
وسعر هنا رقم هنا ورقم هنا صفقه هنا وصفقه هنا. فالموضوع كل ما انا بقرب بقول امكانياتي الفنيه مثلا تقربني من العالم كتنافس، لكن بلاقي نفسي في الاول وفي الاخر انا لسه بعيد قوي، فده بيؤثر على مشاركتي بعد كده لو هتكلم بقى على نادي الاهلي لانه بيمثل مصر في كاس العالم للانديه. فاهمه قصدي؟ عالميا انا فين واقدر اتحط اصلا ولا لا على الخريطه؟ صعب قوي للاسف. صعب انه صعب، صعب قوي. بس يعني انت يعني هتتعاملي مع واقع يعني او هو واقع مفروض عليك، او انت حاجه انت مجبره عليها، انت ما فيش في ايدك حاجه ان انت تعمليها. فرق الاسعار او فرق الجاب الكبير ده انت مالكيش دخل بيه، لانه ما هو انت برضو ستيل انت عندك، حتى لو هنتكلم على النادي الاهلي ما هو هيبقى عنده ليميت معين باسعار معينه ما يقدرش ان هو يتعداها. امكانيات حتى النادي نفسها حتى لو هي امكانيات كبيره، بس انا عندي مثلا سقف رواتب صحيح يعني فاهم. بس فانت لما تيجي هتقارن مثلا السكواد او هتقارن القيمه التسويقيه بتاعت اللعيبه، مش تقليلا طبعا ابدا، لا 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 ابدا، احنا بنتكلم عن الاسعار في العالميه يعني. فلما تيجي مثلا في كاس العالم للانديه هتقارن السكواد مثلا النادي الاهلي، مش هينفع تقارنه بسكواد مانشستر سيتي، انت كده بتظلم الاهلي. بتظلم الاهلي، فرق كبير جدا، فرق اسعار، فرق برضو امكانيات، فرق دوري هنا ودوري هنا. حتى في كاس العالم النسخه الاخيره واللي قبلها كمان، فكره ان انت بتلعبي مثلا فريق قيمه التسويقيه لمجموع لاعبيه اربع خمس اضعاف القيمه التسويقيه بتاعت لعيبتنا، ومع ذلك عملنا شغلنا. لا دي نقطه ثانيه، مش بنتكلم على ده خالص. لا انت تقدر ان انت تادي، وانت اثبتت ده قبل كده. اثبتت قدام ريال مدريد حتى مع الخساره، اثبتت قدام بايرن ميونخ برده حتى مع الخساره. فانت تقدر ان انت تكون ند بند قدام الفرق العالميه. يعني مش ده اللي انت بتتكلم فيه خالص، انت بتتكلم في مقارنه اسعار اللعيبه هنا بمقارنه اسعار اللعيبه هناك. انت هتظلمني انا يعني لما تعمل كده، الظلم هيبقى عندي انا، فهيبقى صعب قوي. احنا الوقت انتهى يا دوب. نشكرك على وجودك معانا، نورتينا كالعاده يا منى. ربنا يخليك، ميرسي. نورتينا يا منى، وكالعاده الحين نلف طبعا على الدوريات العالميه. يعني نشكرك جدا على وجودك معانا. هنروح فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم عشان نتكلم بقى في اخر يعني فقره حواريه، واكيد الحديث هيطول منتخب مصر. خليكم معانا.